نعود أدبيا أن العرب توسعت قلنا في السحر وسمت به الشعر الذي يحسن، وفي الحديث إن من البيان لسحرا، وبعض الأبيات إلى زماننا هذا يسمعها الإنسان فتحدث أثرا في نفسه وهو خاف عليه. ما ذلك السبب؟ لأن الشاعر وفق في أن يرزق ماء الشعر. يقول أحدهم في مدح أحد الكرماء: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله. هذه أبيات في الذروة من المعنى، وكقوله المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أبيات رائعة في مبناها ومعناها، وهذا نوع من السحر الحلال.